السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بحضراتكم عبر هذا اللقاء الخاص في استوديوهات تلفزيون حضرموت من المكلا مع دولة المهندس حيدر أبو بكر العطاس، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية اليمن الديمقراطية وأول رئيس وزراء للجمهورية اليمنية بعد إعلان الوحدة في 90، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليبي. أهلا وسهلا بك مهندس حيدر، وعودة ميمونة إلى الوطن بعد 3 عقود إلا عام. شكرا جزيلا لكم، وأنا سعيد جدا أن أعمل هذا اللقاء من قناة حضرموت في حضرموت في المكلا، مكلا الخير. نعم، يعتبر هذا أول لقاء تلفزيوني لكم من داخل الأراضي اليمنية عقب 94 تقريباً. نعم، هذا أول لقاء تلفزيوني من داخل الأراضي اليمنية منذ 94، منذ 7 يوليو 94. نعم. نعم، المشاعر والذكريات التي عادت بهذه العودة دولة الرئيس؟ حقيقة المشاعر كثيرة وغامرة، والسعادة غامرة بعودتي، وموضوع العودة كان يراودني منذ زمن بعيد، لكن لم تتوفر الظروف المناسبة لذلك الوقت رغم المحاولات من قبل الرئيس المرحوم علي عبد الله صالح وبعض الأطراف، لكني لم أكن أثق بما يعطوه من وعود لعودتي. يعني كانت فيه هناك أمل وبارق أمل أتى للعودة عام 2014 عندما جاء الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى السلطة، وفعلا تم الترتيب وحصلت لقاءات بيني وبينه في قطر أثناء القمة العربية وفي الكويت أثناء القمة العربية، وتم الترتيب للعودة إلى عدن ثم لحضرموت، ولكن للأسف تم الانقلاب على كل شيء كان ذا، وأجهضت كل المحاولات الأخرى، وأيضا طال هذا العمل محاولتنا للعودة في ذلك الوقت، لأن الحرب حينها اندلعت يعني. نعم، ولكن تهيأت الآن الظروف منذ أن أتى الأخ العزيز دكتور رشاد العليمي من السلطة، وقد تحدثنا كثيرا قبل أن تتحدث حتى هذه الرسالة، أنه يرغب وهي رغبة مشتركة أن نزور معا زيارته الأولى لحضرموت، وأنا زيارتي الأولى بعد 94 لحضرموت أن نعود معا يعني. وفعلا حصل هذا الشيء، ولهذا أنا سعيد جدا بهذه العودة رغم قصر الأيام التي قضيناها هنا، ولكن أعتقد أنها بداية، وبعون الله إن شاء الله نعود فترة أخرى وتكون أطول، ثم نعود عودة دائمة إن شاء الله بعون الله. نعم، بإذن الله. بإذن الله. لو عقدنا مقارنة بسيطة بين حال البلاد يوم أن غادرتها واليوم، وقد تجولت في المكلا، وكما علمت أنك قمت بزيارة إلى مدينة الشحر، واقع الحياة نعم والإنسان في هذه البلاد. حقيقة في آخر أيام الوحدة في 93-94 كان الوضع مضطرب تماما يعني، وكانت الصراعات والخلافات على أشدها يعني، والقلق موجود عند كل الأطراف، وعند انتقل هذا إلى المواطنين يعني. الآن أنا شعرت بهذه العودة رغم الحرب التي تمت، لكن بما أن الجنوب استطاع أن يصد هجمة الانقلابيين وهي في مراحلها الأولى منذ أن انطلقت بعد استيلاهم على صنعاء والمناطق الشمال، استطاع أن يدحرهم، ثم جاءت بعدهم قضية القاعدة في المكلا، واستطاع أيضا أبناء حضرموت الأشاوس أن يدحروا هذه القوى الظالمة الظلامية ويطردوها من حضرموت ويعيدوا الأمن والاستقرار إلى ربوع حضرموت.
شعرت وأنا أتجول في مدينة المكلا ثم مدينة الشعر أن هناك أمن واستقرار وطمأنينة عند الناس من الناحية الأمنية. لمست حقيقة حركة بناء واسعة تمت في المكلا وفي الشعر، وحقيقة نحن كنا عندما كنت وزير للإنشاد وضعنا مخطط لمدينة المكلا لعام 2020، كما وضعنا نفس المخطط لمدينة عدن يعني، وبدأنا يعني بعض المشاريع لتحديد معالم هذا المخطط، مستشفى الكويتي، مستشفى الكويت في فوة، وكذلك مشروع المساكن الليبية اللي 694 شقة في، ثم عدد من الشقق التي بنتها الدولة وسمح للمواطنين، ثم بيت بعد الكليات أيضا في، وفي جول مسحة وفي بيش نفس الشيء في فوة. كان فعلا حركة ممتازة في الشحر نفس الشيء، لكن لاحظت ملاحظة سلبية ونقلتها اليوم للمحافظ وفخامة الرئيس، وهي الفوضى في البناء. الفوضى في البناء والمباني غير مكتملة، المباني مكسرة، المخلفات البناء مرمية في الشوارع، هذه فعلا مظاهر غير إيجابية وغير سلبية، واكتشفنا أنه فقدان الرقابة على هذه الأشياء هو اللي أدى إلى هذا الموضوع. من خلال الحديث مع المواطنين لمست القلق والإحساس من حالة عدم استقرار الخدمات الأساسية اللي تقدم للمواطنين، الكهرباء والمياه والطرقات، وفعلا الكهرباء غير مستقرة، تعمل لساعتين ثم توقف، ومناطق حارة شديدة الحرارة توجد قلق عند المواطنين بارتفاع إلى زيادة الأسعار والمعيشة الغلاء بالنسبة، لكن الجهود تبذل إن شاء الله. وفي هذا العهد الجديد الذي بدأه أخي الرئيس دكتور رشاد عليمي نامل أن تعالج كل هذه القضايا بما فيها موضوع الكهرباء اللي هو الموضوع الأساسي المقلق للمواطن، حيث أصبحت الكهرباء هي في كل حياة المواطنين يعني. وهناك جهود كبيرة لتبذل لتأسيس مشاريع استراتيجية في الكهرباء ووضع خطة شاملة لهذا التطوير. نعم. بشكل عام حقيقة في 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 رضا عام، في توجس، في مشاكل صحيح، عدم الاستقرار العملة، عدم الأسعار هذا، لكن أيضا في نوع من التفاؤل عند المواطنين بانقشاع هذه الغمة إن شاء الله، وإيجاد أمن واستقرار في كافة نواحيه الأمنية والمعيشية للمواطن في ربوع البلاد يعني. نعم، تحدثت أنك جئت برفقة سيادة الرئيس، دلالات هذه الزيارة لفخامة الرئيس مجلس القيادة الرئاسي لحضرموت وقضاء العيد فيها؟ نعم، فخامة الرئيس حريص جدا، وقد تحدثنا عن الزيارة لحضرموت منذ أن تولى السلطة، تحدثنا بعدة مرات أنه الرقبة متبادلة عندنا اثنين يعني، وطلب مني فعلا أن أكون معاه في هذه الزيارة التي يقوم بها الأولى، ووعدته ووفيت بالوعد عندما قرر أن يقوم بهذه الزيارة. طبعا يريد أن يرى حضرموت مستقرة وآمنة ومتطورة، يدرك تماما فخامة الرئيس وكل السلطة أن حضرموت لديها إمكانيات كبيرة غير مستقلة إلى الآن وغير مستفاد منها بشكل كبير جدا، وهو يريد أن يساهم فعلا في تطوير هذه القدرات، وبالتالي النهوض بحضرموت باعتبار حضرموت ركيزة أساسية في الخارطة السياسية للجنوب ولليمن بشكل نعم. عام يعني. سنأتي للحديث عن حضرموت وكيف ترى موقعها الأساسي، لكن دعنا نعود بالحديث إلى ما قبل ثلاثة عقود ربما، الحديث عن الوحدة اليمنية، وهي ربما من أهم الأحداث التي مر بها الوطن جنوبه بشماله خلال الوقت المعاصر. لو نتحدث عن قصة الوحدة برواية المهندس حيدر أبو بكر الحطاس، وتفاصيل ربما لم تذكر ولم تذكر من قبل. شكرا جزيلا.
حقيقة موضوع الوحدة موضوع فعلا موضح الوحدة اليمنية. نعم. لكن أساس هذه الوحدة هو انطلاق الشعارات القومية وبالتحديد بعد نكسة فلسطين في سنة 1948 نشأت التنظيمات القومية على مستوى الوطن العربي اللي تنادي بالوحدة باعتبار أن الوحدة ستوحد الأمة العربية وستكسر العدو الصهيوني الذي اجتاح الأرض الفلسطينية. للأسف تم التعاطي مع هذه المسألة بصورة عاطفية وتمت الدعوات للوحدات الاندماجية، فحصل أن توحدت مصر وسوريا وحدة اندماجية وفشلت هذه الوحدة. وبرغم أنه طرحت أشكال أخرى من الوحدة بين الدول العربية، لكن كان الخط المتشدد والعاطفي أقوى اللي ينادي بالوحدات الاندماجية. الشباب الصاعد وبالذات بعد ثورة 52 في مصر تبنى الوحدة الاندماجية بصورة شديدة العاطفية رغم الدعوات الأخرى لأشكال أخرى من الوحدات بما فيها الوحدة الفيدرالية أو التكامل الاقتصادي. وأسس لهذا الغرض يعني مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي كان يهدف إلى توحيد الأمة العربية في مصالحها مصالح شعوبها وإيجاد التشابك الاقتصادي والأمني بين المواطنين، لكن لم يعطى هذا الشيء اهتمام إلا في الفترة الأخيرة. ولكن عندما بدأ هذا المجلس يعمل حقيقة تآمرت عليه الدول الغربية وأوقفت هذا المشروع العربي مجلس الوحدة الاقتصادية وجمدته، كان تابع للجامعة العربية، وأخذت لائحة مجلس الوحدة الاقتصادية التي وضعها مجموعة من المفكرين العراقيين أخذها وعمل بها السوق الأوروبية المشتركة في 94. مجلس الوحدة أسس 58 وأخذوا واشتغل عدة سنوات، ثم مجلس الاتحاد السوق الأوروبية المشتركة التي تطورت إلى الوحدة الأوروبية. نحن بالنسبة لليمن نهجنا النهج العاطفي في ذلك الوقت والسنين، والثورة بدأت ثورة سبتمبر في الشمال 23 سبتمبر، ثم الحروب الدائمة اللي استمرت فيها 7 سنوات من الحروب، قامت أيضا ثورة أكتوبر 13 أكتوبر في 67 في الجنوب، وأخذت الخط القومي المتشدد كان هو الطاغي. فعندما أعلنت تم استلام الاستقلال من البريطاني كان التسمية لجزء من المنطقة الجنوب العربي اتحاد الجنوب العربي، حضرموت والمهرة لم يدخلوا في الاتحاد الجنوب العربي، ولكن بقية الدول دخلت في الجنوب العربي وسمي الاتحاد العربي. جرت هناك محاولات لضم أن يضم كل المحميات والسلطنات، لكن كان في هناك مشاكل لم تعالج بصورة صحيحة، فعقد آخرها الإنجليز مؤتمر للسلاطين سنة 64 للتوحيد فشلوا، ثم 65 فشلوا، وبالتالي انطلقت ثورة سبتمبر بعد مؤتمر لندن في 65 بسنتين بعد فشل الوصول إلى توحيد الجنوب مناطق الجنوب سلطنات الجنوب في دولة اتحادية فيدرالية واحدة. انطلقت ثورة أكتوبر واستطاعت فعلا بعد نشأتها أن توحد كل السلاطين السلطنات والمشيخات، لكن تحت اسم ليس ذلك الاسم اللي كان يرغبه شعب الجنوب. فجرت حوارات كثيرة حول التسمية قبل إعلانها، فطرح مشروع الجنوب العربي على مستوى الجنوب. نحن على مستوى الجنوب. على مستوى الجنوب. نعم. طرح مشروع الجنوب العربي، لكن الخط المتشدد القومي كان يعتبر هذا مشروع استعماري فرفضوا.
طرحت دولة حضرموت الاتحادية باعتبار أن حضرموت لها تاريخ ودولة كانت على مستوى رفيع وقومية معروفة يعني وطنية. ثم طرح اسم دولة عدن العربية، لكن ظل الموقف المتشدد هو الصاطي هو الأكثر. وأيضا سبب لهذا أنه كانت حركة القوميين العرب التي تكونت منها الجبهة القومية بالأساس مندمجة بعضاها بين الشمال والجنوب، فكان تأثير لهذا الموضوع. المهم تم الاستقرار على حل وسط للتسمية، سميت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية على اعتبار أنه اسم يعني في يمن جنوبي ويمن شمالي، باعتبار أنه كل يمين الكعبة يمن يسمى وشمال الكعبة الشام. فالشام فيها سوريا والعراق والأردن وعدة دول أخرى، بين اليمن الجنوب فيها عمان واليمن الجنوبي واليمن الشمالي يعني. وحتى عندما انطلقت الدعوات للجنوب العربي في خمسينيات القرن الماضي من القاهرة لزعماء العرب يعني اليمنيين من الجنوب والشمال، انطلقت بدعوة أن الجنوب هو كل المنطقة، الجنوب العربي كل المنطقة. على العموم ظلت هذه الدعوات في تتفاعل بين الناس يعني، والظروف التي تعيشها المنطقة العربية بل العالم الثالث في ذلك الوقت كانت ظروف تحررية ضد الاستعمار، واتخذ مجلس الأمن الدولي قرار بتصفية الاستعمار من كل البلدان، وبدأت الثورات على هذا الأساس في كل مكان، وكان فعلا جانب عاطفي. طبعا تم هذا الاسم بغير قناعة من كل الناس، لكن قبل يعني، لأن قحطان كان هو يقود هذا الاتجاه، قحطان الشعب الشعبي ومجموعة. عندما تم إزاحة قحطان محمد الشعبي أول رئيس للجنوب وهو كان زعيم الجبهة القومية، مباشرة تم تغيير الاسم بصورة ذكية يعني لم يدركها كثير من الأخوة الجنوبيين، هو أخذ الجنوبية واستبدالها بالديمقراطية، وأصبحت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ثم جاء مرحلة السالمين، وكان هناك صراع متعدد، لكن كان هناك صراع داخلي أكثر باتجاه عندما بدأت تطرح الأفكار اليسارية وبدأت تطرح التاميمات وتاميم الزراعة وتاميم هذه الأشياء، بدأت فعلا نوع من الصراعات المتعددة، ودخلت هذه الصراعات حتى مع الأخوان في الشمال، وتمت حرب 92. لكن جاءت مشاكل أخرى أدت إلى قتل سالمين أو استشهاده، هو شخصية كان جيدة حقيقة بالنسبة لها، لكن حصلت بعض الأخطاء ربما. بعدها أجاء عبد الفتاح إسماعيل وعلي ناصر. عبد الفتاح إسماعيل استولى أمانة التنظيم السياسي للجبهة القومية ورئاسة هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، والأخ علي ناصر كان رئيس الوزراء. ثم حصلت حرب أخرى مع الأخوان في الشمال في 79، قادت هذه الحرب إلى توقيع اتفاق للوحدة. توقيع اتفاق للوحدة تم في الثمانينات بين الأخ عبد الفتاح إسماعيل وعلي عبد الله صالح في الكويت بوحدة اندماجية. يعني بداية المشروع كان وحدة اندماجية. وحدة اندماجية. من وحدة اندماجية في الكويت تمت، وحددت فترة 6 أشهر للقيام بهذه الوحدة، وشكلت لجنة لإعداد الدستور. مباشرة بعد هذا انهالت الضغوط على جمهورية اليمن الديمقراطية الدولية والإقليمية، إلى أين أنتم سائرون؟ وكان سبب هذه الضغوط أن أقيل عبد الفتاح إسماعيل من منصبه ونفي برا. يمكن هذا الكلام أنا ما قلته من أول مرة بالنسبة في مقابلات سابقة. أقيل عبد الفتاح إسماعيل
ونفي إلى موسكو، ومباشرة يعني جمد موضوع الدستور واستعيض بمشروع جديد، وهو كان الأنسب حينها تشكيل مجلس الاقتصادي واللجنة الوزارية. سبب نفي عبد الفتاح هو وضعه لمشروع الوحدة الاندماجية. مشروع الوحدة الاندماجية. مشروع الوحدة الاندماجية يعني كثير من الأخوان لم يوافقوا عليه بالنسبة لهذا. ثم في ضغط دولي وإقليمي. شوف كيف؟ لأن الوحدة الاندماجية يعني أيضا تمس العالم الآخر يعني. فبالتالي ما كان فيه هناك مباركة لهذا الشيء، بل استنكار يعني لهذا المشروع يعني. فتم إزاحة عبد الفتاح إسماعيل وعدلت هذا المشروع إلى طبعا الأخوان في الشمال أيضا كانوا مش مستعدين للوحدة، بس أخذوها كذا مكابرة يعني بالنسبة. والضغط كان جنوبي بضغط جنوبي شمالي يعني، لأنه في تيار من الجبهة القومية من حركة قومية العرب في الشمال كان يضغط وبعثي وكل القوميين يعني بهذا الموضوع يعني. فطبعا فشلت الموضوع هذا الوحدة وجمدت واستعيض بالمجلس الوحدة الاقتصادية. وهدف هذا المجلس هو تنظيم العلاقة بين الشعبين، حركة المواطنين، حركة الاستثمار، حركة العمل الاقتصادي. هو شبيه بمجلس الوحدة الاقتصادية الأوروبية، شبيه بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بين الدولتين. وفعلا نجح هذا المشروع في حركة المواطنين بين الشمال والجنوب، في مشاريع مشتركة بين الشمال والجنوب، وسمح للقطاع الخاص أن يستثمر هنا وهناك بالنسبة لهذا. وكانت هذه تجربة فعلا لو قدر لها الاستمرار كان فعلا نهضت باليمن في ذلك الوقت. لكن للأسف جاءت تطورات أخرى وحدثت أحداث 86 عندنا يعني تغير الموقف. آخر اجتماع للجنة الوزارية عقد في صنعاء، رأسته أنا عندما كنت رئيس الوزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. جيت رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية في 85، لأن الرئيس عبد الفتاح بعد ما أزيع عبد الفتاح استلم السلطة الأخ علي ناصر محمد، وكان رئيس الوزراء وأصبح رئيس الوزراء ورئيس هيئة الرئاسة والأمين العام للحزب. فتخلى عن رئاسة الوزراء واحتفظ بالأمانة العامة للحزب وبرئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى. فأنا عقدت آخر اجتماع كان للجنة الوزارية، كان عقد في صنعاء، وكنا نريد أن نحضر للمجلس الجمهوري. لكن فعلا تداعت بعدين الأحداث وحصلت أحداث يناير المؤسفة ويعني تعطل الموضوع يعني. ما الذي عاد حديث الوحدة الاندماجية إلى الواجهة؟ أيوة، الأخوان في صنعاء عندما يعني حدثت أحداث 16 يناير 86 بدأوا يستغلوا هذا الظرف على اعتبار أن الجنوب في ظرف ضعيف، وهي فرصة، اعتبروها فرصة سانحة لاستغلال هذه الفرصة للضغط على الجنوب نحو الوحدة، باستغلال الإخوان الذين طلعوا من عدن إلى صنعاء مع الأخ علي ناصر محمد في ذلك الوقت الرئيس. فاستغلوا هذا الجانب، فقطع علي عبد الله صالح العلاقة مع الشمال مع الجنوب، وكان يريد أن يضغط على الشمال بالجنوب بالوحدة، فرفضنا هذا الأسلوب يعني. ثم تدخلت ليبيا في الأمر، وذهبت أنا إلى ليبيا وأتى علي عبد الله صالح إلى ليبيا، والتقينا مع العقيد معمر القذافي اللي حاول يتوسط فيما بيننا. لكن قبل ما أسافر أنا من عدن أخذت قرار من المكتب السياسي ومن هيئة الرئاسة ومن الحكومة بعفو عام عن الجميع يعني، بحيث أنه فعلا نحن ننهي هذه المسألة لأنها ظلت تستغل من قبل الأطراف كثيرة.
بالنسبة ضد الجنوب يعني، وهو صراع داخلي تم بين أبناء الجنوب نفسهم. فعندما ذهبنا إلى القذافي على أساس نناقش كيف نعالج مشكلة هذا العدد الكبير اللي ذهب إلى صنعاء بعد أحداث 13 يناير 86 إلى صنعاء. فذهبت أنا بمشروع، واعتقدت أن نقلت مشروع سيحل الإشكال فيما بيننا بالنسبة، وناضلت كثير لأنه في كثير من الأخوان في الجنوب كانوا رافضين هذا العفو العام المطلق يعني بالنسبة لهذا، لكن استطعنا أن ننتزع هذا القرار. للأسف يعني ونحن نناقش مع العقيد القذافي انبرز الأخوان في وفد صنعاء، وكان من الأخ الرئيس ومعه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر مستغل الوضع، قالوا يا عقيد يعني ما فيش حل الأزمة اليمنية إلا الوحدة، لهذا الوضع إلا الوحدة. طبعا لم يكن هذا هو موضوع النقاش، وأنا احترت في طرحهم لهذا الشيء أمام القذافي، ومستغلين أنه فقام العقيد القذافي الله يرحم الجميع كان هاوي وحدات، وأعلن وحدة مع هذا ويشتي يعلن مع هذا يعمل وحدة مع كل الناس يعني بالنسبة لهذا. فقلت قلت لا، بيتحول العقيد القذافي ضدي، وقلت لعم فهذا ضد القرار اللي معي الصلاحية وضد قناعتي الشخصية يعني. فطرأت لي فكرة حقيقة ألهمت بها يعني، أنه تذكرت أن ليبيا قدمت للجامعة العربية قبيل عدة أشهر من اجتماعنا مشروع وحدة فيدرالية بين الدول العربية، كونفدرالية، وحدة كونفدرالية بين الدول العربية بالنسبة لهذا. فقلت أنا موافق نأخذ مشروع العقيد القذافي اللي قدمه الجامعة العربية ونبدأ، طالما نحن ندعو للوحدة، الوحدة اليمنية كنواة للوحدة العربية، فنبدأها بثلاث دول: ليبيا والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية. العقيد القذافي قال ممتاز، علي عبد الله صالح قفز قال لا ما جينا من شان هذا، وخرج من الاجتماع بالنسبة لهذا، وأنا خرجت من المازق اللي حاول يطرحونا فيه. طبعا العقيد القذافي لام علي عبد الله صالح على هذا الطرح، لكنه كان جاء لهذا الهدف وافتكر أنه بينتزع هذا القرار، لم يستطع انتزاعه وعاد إلى صنعاء دون أن نتفق على شيء واستمر الوضع متوتر فيما بيننا. ثم طلعت مرة أخرى أنا إلى صنعاء لمعالجة هذا في أواخر الثمانينات، في في 87 طلعت في بعد العودة من ليبيا. نحن في ليبيا كان في ديسمبر آخر 86، ثم طلعت أعتقد في مناسبة كانت في صنعاء حضرتها، ثم التقيت بالرئيس علي عبد الله صالح وكل المسؤولين هناك، وكرروا نفس الطرح أنه نعمل وحدة. فقلت لهم دعونا نمشي على الأرض ونستوعب التاريخ ونستوعب الحقائق، لا نقفز. نحن منذ انطلقت ثورة سبتمبر 93 وانطلقت ثورة الجنوب 13 أكتوبر ونحن نقفز ونجري وكأنه حد يطاردنا، هذا لا يخلق أرض صلبة تحتنا، لا يدفع بالتطور وبالنمو اللي ينشده شعبنا، خلونا نمشي خطوة خطوة بالنسبة لهذا، لا نقفز. فإذا أنت جاد قلت له في الموضوع الوحدة، دعنا نأخذ هذا المشروع الذي وقعته مع عبد الفتاح إسماعيل، مع علي ناصر محمد عفوا، مع الرئيس علي ناصر محمد، موضوع مجلس الوحدة الاقتصادية كخطوة أولى، كخطوة أولى هو نمشي فيه وبعدين تتطور العلاقة. وأهم شيء لنا هو أن تنساب المصالح بين أفراد الشعب اليمني، أن ينعم الشمال والجنوب بالمصالح، أن ينعم الأمن والشمال بالشمال والجنوب بالأمن والاستقرار، بحيث أنه مثل ما يجري في الاتحاد الفدرالي حق الجنوب أو دول مجلس التعاون الآن، هذا اللي بينهم صيغة الكونفدرالية من التعاون، كل دولة مستقرة
ولكن أي مواطن في أي دولة من هذه الدول يستطيع أن يتحرك ويستثمر في أي دولة من هذه الدول ويعمل بهذا الشيء. فقلنا دعونا نخطو هذه الخطوة. ناقشنا الموضوع وحقيقة حججنا كانت قوية، وحتى بعض الأخوة في الصف الشمالي كانوا يتعاطفوا معنا بحذر بالنسبة لها. وأخيرا أقرينا واتفقنا على هذا الموضوع، وكلفنا الأخ يحيى العرشي وراشد محمد ثابت وزيري دولة الوحدة. يحيى العرشي كان عن الشمال وراشد كان عن الجنوب، كلفناهم أن يصيغوا هذه الوثيقة ونوقعها الصباح قبل مغادرتي إلى عدن. وفعلا تركناهم يصيغوا هذا، وفجأة ونحن منتظرين أنهم يجيبوا لنا الورقة، فإذا بيحيى العرشي وراشد يأتي. يحيى في غاية الغضب، يحيى العرشي يقول كل ما بدأ يناقش الموضوع راشد يحاول يفسد الموضوع، ما يتجاوب معه. فقلت له مستغرب أنا، ما هذا؟ روحوا رجال كبار عندكم مهمة يعني. راحوا رجعوا ثاني مرة ما عملوا ولا. أنا حقيقة غضبت على راشد، وشفت راشد وهو راشد وزير دولة الوحدة عن الجنوب، هو من الشمال أصله لكنه هو من اللي عاشوا في عدن، وكان يشتغل في وزارة الإنشاءات الأشغال عندي سابقا يعني. فقلت له راشد يعني ماذا أصابك يعني؟ سكم بتدفعوا بعدم التوقيع على هذا الاتفاق لجريمة بالنسبة لليمن ومشكلة بالنسبة لليمن، خلونا فعلا نعالج، كلنا سنتضرر، نعالج هذه المشكلة بأخذ هذا الماخذ بالنسبة له. لكن للأسف لم يتم هذا الشيء. ووجدت في الصباح علي عبد الله صالح يبتسم أنه فعلا ما تم هذا الموضوع. اكتشفت فيما بعد أنه بعد ما خرجت من الاجتماع قيل لعلي عبد الله صالح مالك سلمت للعطاس هذا الموضوع، الجنوب في وضع ضعيف ونحن جالسين نضغط عليهم بالوحدة بيسلموا، شفت كيف؟ أنت إذا وقعت للعطاس بهذا خلاص يعني انتهى الأمر يعني، بيمسكونا فيها والعاد بي. فكلفوا راشد يفسد الموضوع. ولهذا أنا تحدثت في أحد القنوات، وأنا آسف أن أقول هذا الكلام لكن هذا حقيقة، أنه اكتشفت أنه راشد مخبر كان معهم بالنسبة، وهو معنا، وفي كثير من هؤلاء النوع الأخوان كانوا موجودين في هذا الشيء. فافشل الموضوع. إيش عمل؟ راح اتصل بالأخ الأمين العام للحزب في عدن، وقالوا الأخ حيدر يعمل شيء يعني يجعل الحزب في المؤخرة ويقدم الدولة، وهو كلام كذب غير صحيح، شفت كيف؟ وحقيقة الأخ الأمين العام تصرف معه بعاطفية وبرد فعل سريع دون أن يتصل بي ويسألني عن ماذا حدث. سيد علي سالم، علي سالم البيض. أيه. فقال له خلاص افشلوا الموضوع بالنسبة لهذا، لأنهم جابوا له هو ومحسن كلام غير صحيح، ولم يتواصل بك. ولم يتواصل بي. أيه. ولم يتواصل بي. أنا اكتشفت هذا عندما عدت إلى عدن، قدمت التقرير فإذا بالأمين العام يدافع عن راشد محمد ثابت. اكتشفت أنه قال طيب تتصل بي يعني، أنا رئيس الوفد هناك وأنا رئيس الدولة بالنسبة له، لماذا هذا؟ قال ما حد حصلت وقت ومش عارف إيش، هم جابوا لي كلام كثير ومش عارف. قلت له كذب، كله كذب بالنسبة له. فهذه هي الإشكالية اللي تمت. تداعت الأمور فإذا بنا في حلقة مفرغة أنه لابد من الوحدة. شكلنا لجنة من المكتب السياسي وبعض الشخصيات، وجلسنا معتكفين شهر ندرس ماذا، ما هي النتيجة. وصلنا إلى محدد أنه ما فيش وحدة قبل 10 سنوات، ولكن ممكن أن نقوم بصيغة تنسيقية مثل المجلس الاقتصادي، حدها الأقصى كونفدرالية، دولتين تحتفظ بشخصياتهم الاعتبارية وتكون العلاقة بين الشعبين موجودة والقوى هذا بالنسبة في العام. لكن هذا الموضوع أقريناه في الحكومة. تداعت الأحداث وأتوا الأخوان إلى عدن دعاة الوحدة يشتوا الوحدة بالنسبة لهذا. جرت المناقشات يوم 30 نوفمبر 89 في عدن بين دولتين، أنا رأست الجانب الجنوبي
والأخ علي عبد الله صار رئيس الجانب الجنوبي، وطرحنا موضوع الكونفدرالية وهم طرحوا الفيدرالية، وهدفهم هو أخذ الشخصية الاعتبارية للدولتين، دمجهم. طبعا هنا بيعطلك يعني كثير إذا أخذت، فأنا رفضت هذا الفكرة، يعني أخذ الشخصية الاعتبارية، إدابة الشخصية الاعتبارية للجنوب في دولة الشمال أو كلاهما مع بعض في دولة واحدة، قلت هذا بدري ولا يمكن السماح بهذا الشيء. واختلفنا وانتهى الاجتماع وفشلوا عشانهم بيسافروا. فجأة يعني حصل تطور غير طبيعي، بين ذهبوا إلى اتفاق الوحدة، علي البيض، الأخ علي البيض الأمين العام، وعلي عبد الله صالح. اكتشفنا بعدين أنه صدام حسين تدخل في الموضوع، اتصلهم الضار علي عبد الله صالح كان له علاقة بصدام حسين، واتصلوا ويمكن قدموا إغراءات دعم لهذه الوحدة من قبل العراق لهذا الشيء. فالأخ علي البيض استعجل في هذا الأمر وذهب إلى هذا الوحدة الاندماجية. طبعا احنا اختلفنا، كانت مشكلة ذلك الوقت، وأنا شخصيا رفضت توقع معهم، والاعتبار أنه فعلا الاتفاق على وحدة كونفدرالية. فعلي عبد الصالح قال لي انت ايش تخرب الوحدة؟ قلت له ما بيخربها إلا أنتم اثنينكم، أنتم تقفزوا بشيء يعني مش طارحين أي اعتبار للإقليم ولا للمجتمع الدولي ولا للمنطقة، أنتم مش عارفين اليمن ووضع اليمن، خلونا نمشي خطوة خطوة حبة حبة بالنسبة لهذا. لكن كان في اندفاع حقيقة علي البيض، وانا خلاص انا قلت لهم انا ملتزم للدولة. بعد ما وقعنا، بعد ما وقع علي البيض حقيقة قال خلاص انا بوقع، لكن هم كانوا من جملة الضغوط اللي مارسوها على الاخ علي البيض انهم كانوا يشتوا يغيروا من الامانة العامة، يجيبوا واحد ثاني امين عام للحزب الاشتراكي بدل المتشددين هؤلاء الواحد. قال خلاص جيبوا أمين عام بدلي وخلاص ويلغي الوحدة. قلت له أنا بقدم مقترح ينظم الموضوع يريس الموضوع. فقدمت مقترح للمكتب السياسي بعد توقيع 30 نوفمبر، واتفقنا أن نأخذ موقف موحد الجنوبيين وعلى رأسهم الأمين العام والأمين العام المساعد وأنا. أهم نقطة في هذا الموضوع تحديد مكانة شعب الجنوب في الوحدة، لأنه شعب الجنوب 2 مليون وهذولا كانوا 18 مليون يومها، سيذوب سينتهي وتكون فيه هناك مشاكل. نحن عندنا حكم محلي وعندنا تقريبا حكم كونفدرالي شبه كونفدرالي، نظام الحكم المحلي صدر عندنا في الجنوب ودولة، وهناك دولة لا زالت مركزية وبدائية حادة، ستكون في مشاكل قلنا لهم كبيرة جدا يعني، فلازم هذه الأمور ننظمها في الدستور وفي القانون يعني. عندما طرحت النقاط هذه في المكتب السياسي قالوا أنت انفصالي، وهجمونا من ذلك قبل الوحدة، أي قبل ما تشيش الوحدة شفتيه. بالنسبة قلت لهم والله شوفوا الوحدة هي يجب أن تخدم الشعبين، ما تخدم شعب واحد بالنسبة، ولازم تكون فيها تكافؤ، التكافؤ غير موجود الآن بالنسبة، ولهذا يجب أن ننظم حتى لا يحصل جور على الثاني، وحتى نحمي الوحدة بالنسبة لهذا الشيء. حقيقة كان في جو عاطفي ورفضوا المشروع. للأسف الجنوبيين ما كانوا موحدين في الموقف، هكذا تراجعوا، بعضهم عندهم أمل أنه فعلا الفترة السنة ممكن تغير الموضوع، لأنه لما وقع اتفاق نوفمبر 89 الوحدة تحقق في نوفمبر 90، يعني سنة مفروض يكون بالنسبة لهذا. لما رأوا الأخوان علي عبد الله صالح والعراق كانت تدفع بهذاك بالموضوع في ذلك الوقت، حقيقة واضح أن العراق كان عندها مخطط لم ندركه وهو اجتياح الكويت. وتعرف أنه الجنوب إذا أخذت هذا الموقف سيقف ضدها، لأنه ضد اجتياح أي دولة عربية. عندما حتى دول أخرى عندما اجتاح العراق إيران وحصلت حروب انتقدنا هذا الوضع، عندما عملت إيران نفس الشيء انتقدنا هذا الوضع وقفنا ضده. بالنسبة نريد علاقة قلنا لهم بين كل الشعوب متكافئة بالنسبة له، فهو عنده توجس أن الجنوب سيأخذ موقف
وبالتالي يعطل مشروعهم. نعم. مشروعهم بهذا الشيء. فتآمروا، ما أدري كيف مرت هذه الأمور، تآمروا أنه يقدموا موضوع الوحدة قبل ما تزيد المحاولات تأجيلها إجهاضها، لأنه فعلا المورقة اللي طرحتها، التأخير اللي طرحه، المناقشات اللي كانت حول القضايا الأخرى المختلفة، فتبقسوا منها وخالفوا وجروا الأخ الأمين العام لهذا الموقف، وأخذوا علي عبد الله صار معاه في قمة عربية إلى العراق، أخذوا مع بعض، ذهبوا مع بعض بالنسبة لهذا ولقاء صدام حسين. فبالتالي كان العراق لعب الدور حقيقة سلبي، والدول الأخرى العربية يعني تتفرج حقيقة في هذا المشهد. دخلنا في قفزنا بسرعة إلى الوحدة في نصف الفترة الانتقالية، كان مفروض تكون سنة التحضير لها، فاختصرت إلى 22 مايو 90، أقل من 6 شهور. فدخلنا في الوحدة، ومن بدايتها بدأت فعلا حقيقة المشاكل، بسبب أنه ما في هناك ما في توافق بين النظامين، هنا نظام دولة وقانون، وهناك ما فيش قانون ولا في دولة بالنسبة لها. ولما بدأت هذه المشاكل وبدأنا فعلا نشوف أنه فعلا الوضع لن نستقيم، يعني إذا كان كل واحد الأخوان الشمالي بدأوا يتحركوا نحو الجنوب ويشتوا أرض ويشتوا هذا خارج القانون، فقلنا لا، قف الأمور هذا كلها. فوضعت أنا بعد بيان الحكومة اللي قدمناه الأول لهم، شفت أنه في متاعب بدأت تظهر، وقلت أنه طلبت من الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام أن يتوافقوا على شيء، لأنه بالطريقة هذه ستكون الوضع صعب لنا أن نتقدم في بناء الدولة وقد تقودنا إلى شيء. للأسف شكلوا لجنة برئاسة العزيزين عبد العزيز عبد الغني وسالم صالح محمد، ولكن للأسف لم يصلوا إلى توافق عدد من الأعضاء. فاضطريت أنا أن أبادر كحكومة تقديم برنامج للصلاح السياسي والاقتصادي لبناء دولة، قلنا لهم ليست جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وليست الجمهورية العربية اليمنية، لأن كل واحد يتهم أنه الثاني يريد طبق نظامه. وكان برنامج بسيط، نوقش نقاشة حادة، وشكلت لجنة من المؤتمر والحزب الاشتراكي وناقشوا معي، وصلنا إلى صيغة. قبلت منهم أنه أرجعوا بعض الحاجات يعني بالنسبة لهذا، ولكنه كان برنامج متناسق بشكل جيد وموضوعي ومتدرج في الأمور يعني. فوافقوا عليه وأقر في مجلس النواب 15 ديسمبر 1991، يعني في السنة الأولى للوحدة. بدأنا في 82 نناقش تنفيذ هذا البرنامج، فإذا في أول جلسة لمجلس الشعب في 92 في 92 خرجت من مجلس الوزراء، وصلت البيت قبل ما أفرغ ثيابي، الرئيس علي عبد الله صالح يتصل إنه الشيخ عبد الله يشتي خزن معانا، فإيش رأيك تجي؟ قلت له إيش معكم؟ قال معاه بيشي يتكلم معاه مش عارف، فعرفت إنه في شيء حول الوحدة، فقلت له بجيب نواب رئيس الوزراء معي، قال لي تمام. فجينا طبعا هم منسقين الاثنين مع بعض، فضلوا إيش معكم؟ بدأنا نخزن شوية كذا، قلنا إيش معكم؟ قال تكلم يا شيخ عبد الله، هو شيخ عبد الله طلب الاجتماع. شيخ عبد الله قال اليوم الأخ حيدر اتخذ قرار لإضعاف صنعاء، شوف الأسلوب اللي استخدمه. قلت له تريد صنعاء تعود لأيام الإمام كان يعطي الوصل حق البترول للعامل يصرفه الإمام؟ مش معقول، نحن في جمهورية اليمن الديمقراطية عندنا حكم محلي، ونحن قبلنا اللي دخلنا في الوحدة أن نتدرج في اللامركزية مش حكم محلي، كل محافظة بعد إقرار ميزانيتها المحلية هي مسؤولة عن تنفيذ ميزانيتها. بدأنا تطبيق هذه المحاولة عندما بدأت في الجنوب في حضرموت ثم لحج المحافظتين الكبيرة، وانتقلنا بعدين لجميع المحافظات. نعم. تعيدون إلى هذا الشيء، نحن نشتي ننتقل إلى هذا. المهم ناقشوا كل الأخوان، دكتور مكي الله يرحمه والعطار يرحمه جميعا، وأفشلنا هذه الفكرة
انه مش معقول هذا، بالعكس يقوي صنعاء. اذا واحد من صعده ما حل يشتي يجي يراجع صنعاء منشان ياخذ براءه ماليه لوظيفته ولا لمشروع بالنسبه لها كل مره بيتعب. لكن اذا قد عنده الصلاحيه وقرت خلاص انت راقب. المركز له صلاحيتين، التخطيط والرقابه، لكن ليس التنفيذ. التنفيذ صلاحيات المركز. فا او واحد قلت لهم جاء من المهره، الان اليمن كبيره واسعه يعني بالنسبه، هزم هذا الطرح الاول. ايش معك قضيه ثانيه؟ قال العطاس يشتي يتدخل في الشرع وينهي الثار، يشتي ينهي الثار بين القبائل. الشيخ عبد المجيد الزنداني الله يذكره بالخير كان جالس بجنبي قبل ما يدخل معاهم في الشغلات هذه، قفز مباشرة بيصيح لا لا لا، أنتم تستخدموا الثار لقتل عيال الناس كل يوم. بالنسبة الكلام اللي يقوله العطاس صح، ثار مش قضية شرعية. بالنسبة علي عبد الله صالح والشيخ عبد الله الله يرحمه يعني يصيحوا فوق الزنداني مشان يسكت، سكت الزنداني طبعا. استمرينا في النقاش، التفت للشيخ عبد الكريم مالك؟ قال لك حيدر ما هو قضية شرع، بينكم قضية ثانية توكم على كيفكم ناقشوها. اتضح ان الجماعة ما يشتوا البرنامج بأي صيغة. أخيرا قالوا الغي البرنامج، أنا ما بلغيه. هذا أقره مجلس النواب. تريدوا تلغوه؟ خلوا الكتلة كتلة المؤتمر وحزب الإصلاح، لأنهم هم عاملين كتلة واحدة، تتقدم لمجلس النواب وخلوا مجلس النواب يناقش. قالوا لا أنت تلغي، قلت أنا ما ألغي. بالنسبة لله وانتهى الاجتماع فيما بيننا، وطلع عبد الله صالح انت تسمعك هذا النوع من الكلام يعني صعب الامر يعني تعامل مع هذه المسألة يعني بالنسبة لله. لا يجوز هذا الشيء، كل ما نجح يعني شيخ ولا شيء يفكر ويطرح هذه الاشياء في مجلس الشعب عندك، يعني يطرح عليه المشاكل هذه ويطرح عليه القضايا. نعم هم طبعا عارفين انه مجلس الشعب ما بيتخذ قرار، حتى الشماليين في عدد كبير واسع من الشماليين بيرفضوا فعلا بالنسبه لل فتجنبوا ولجأوا لاسلوب اخر، اسلوب الاغتيالات، وبتفجر الموقف فيما بيننا وقاد الى حوار اشمل. بعدين وصلنا الى وثيقه العهد والاتفاق. وثيقه العهد والاتفاق اقرت انه تقسم اليمن من 4 إلى 7 مخاليف شبيهه بمخرجات الحوار حق صنع الاخير هذا اللي جاء في 2011. وتكون دوله لا مركزيه يعني بالنسبه لها. فعلي عبد الله صالح اتصل بي قال لي انا ما بقسم الشمال. فقلت له اذا دعنا نعمل لها اقليمين بالنسبه لهذا، و بالتالي وهذه الفكرة صحيحة يعني. فقال تمام أنا موافق، لأنه كان قلق في ذلك الوقت، لأنه الشارع اليمني كله شمال وجنوب ضده وضد الوضع هذا اللي يجري. 93 تقريبا 93 لا 93 نعم 93 93 يعني نهاية أوائل نهاية 93 أوائل 94 أوائل 94 أوائل 94 في ذلك الوقت بالنسبة، لأنه في إبريل أظن 94 وقبل اتفاق وثيقة العهد والاتفاق. المشكلة انه انا ذهبت بالمشروع الى الاخ الامين العام والاخوان هناك، فوجدت يعني ينتقل محسن وبعض الاخوان يقولوا نحن فين بتودونا؟ من انتم؟ كان نحن تعز بالمناطق هذه. قلنا انتم في الشمال، يعني ما نقدر نقسم الشمال. شفت كيف بالنسبة لهذا. لكن وقبل في اثناء الازمة هذا كل وحدة دفعوا الأخ علي سالم صالح محمد أن يصرح بدولة من 3 أقاليم، وهو مشروع معقول يعني في ذلك الوقت، لكن لم يقبلوا الشمالي بالنسبة له. لكن أنك تقسم الشمال، هو يرفض يقسم الشمال مطلقا يعني. فقلنا أن معناه هذا تعطيل لفكرة الدولة الاتحادية، ما بيقبلش علي عبد الله صالح. إذا كان أنتم بتجيبوه تفضلوا، ما عندنا مانع يعني نعمله بالنسبة له. لكن علي عبد الله صالح رفض الاقليم الثالث. قال له ما تقسموا شمال الحقيقه، ما تقسموا شمال دوله مستقله ثانيه يعني، وانتم الجنوب كنتوا لا تقسموا الجنوب ولا بقسم الشمال بالنسبه له. ولكن بدات بعد هذا، كان هو سبب للمشاكل،
وصولا الى 94 هذا في 93 وصولا الى 93 وقعنا وثيقه العهد والاتفاق بالنسبه لهذا وبدانا يعني نعقد مجلس الوزراء وننفذ مخرجات. قبلها حقيقه في 93 كانت انا معي رحله للصين اثناء الازمه هذا وبدانا نناقش 93. قبل سفري بيوم اتى الشيخ عبد الله بن حسين طلبي بالليل قال لي اجيب افطر عندك الساعه 7. قلت له تفضل اهلا وسهلا. اجانا الساعه 7 هناك ايضا نفطر. فالرجل عنده رساله ما يشتفطوا. تفضل ايش معك؟ قال لي انت مسافر بكره الصين؟ قلت له نعم. قال لي لا اذا سافرت بينفجر الوضع. ليش الكلام هذا اللي تقول؟ قال لي في 86 لما فجرت سافرت من عدن انفجر الوضع في عدن. قلت له طيب والان بينفجر نفسه؟ قال لي ايه بينفجر. شو معقول؟ من تقول لك هذا الكلام؟ علي عبد الله صالح متفق معك على هذا؟ قال لي نعم. شل التليفون حصل علي عبد الله صالح منتظر عند التليفون. صحيح. ما لا ايش فيكم؟ شفت قالوا لا تسافر. قلت لهم خلاص انا ما بسافر. خرج من عندي دعيت السفير الصيني اعتذرت له بالنسبه لهذا ودعيت الوفد الفني قد كان موجود في الصين يعني بالنسبه له. المهم يعني وقفت اقنع وثيقه العهد والاتفاق. عقدت الاجتماع في عدن الاول لمجلس الوزراء لتنفيذ الوثيقه. عقدنا الاجتماع الثاني في تعز. فاذا بالاخوان ينقلبوا على القرارات اللي اتخذناها في عدن. قلت له ايش نحن نلعب زي شرع العبيد يعني راح يقدم مش معقول يعني. اتفقنا على هذا القرارات في عدن يعني بالنسبه لها فمش معقول يعني فعملوا لنا مشكله في تعز يعني الاصلاح واصحاب المؤتمر يعني. قرارات قريناها المفروض ما نفتحها. لكن اي قرارات جديده خلونا نناقش فيها يعني بالنسبه لهذا. المهم بصعوبه وصلنا الى بعض التوافقات يعني بالنسبه لهذا وقررناها. كنت انا مقرر بدون ان اعطي خبر لاحد اطلع من صنعاء وافاجئهم بوجودي الى صنعاء واقول لهم ماذا تريدوا يعني بالنسبه لهذا. ونسقت مع السفير الامريكي هذا الامر بالنسبه لله. مش عارف علي عبد الله صالح عرف الموضوع. قبل ما اطلع بليله فجر الوضع في حرف سفيان في هذا اسمه في المنطقه في دمار المنطقه هذه اللي فيها القوات حقنا مرابطه قوات الجنوب هنا اللواء هذا بصهيب كان فيها اللواء بصهيب الهدف منه اعاقه طلوعي الى هذا. فاتصلت بالسفير الامريكي قال لي ما يشتوك تطلع يعني بالنسبه لهذا. ففعلا الوضع يعني حقيقه غريب فعلا جدا. وكانت الوحده تمت وكان في محاولات لانجاحها لكن للاسف افشلت. نعم فعلا ربما يعني اخذ المحور الاول شهاده ربما شهاده الله يسلمك طويله حبب احببنا ان انا فصلت فيها لانه بعض الاشياء ما قلتها في نعم الكلام الثاني استمعنا لها كونك احد شكرا الشهود في تلك المرحله واحد الشخصيات المهمه في تلك الحقبه شهاده متكامله عن تلك المرحله. نعم دوله الرئيس كان هذا جانب من شهادتكم على الوحده اليمنيه وما رافقها من احداث وبه وصلنا الى ختام هذا الجزء الاول من هذا اللقاء الخاص مع دوله رئيس الوزراء السابق حيدر ابو بكر العطاس ونلتقيكم في الجزء الثاني للحديث عن قضايا مهمة ثمان سنوات من الحرب والقضية الجنوبية وحضرموت وموقعها ورؤية المهندس حيدر لواقع اليوم. إذن نلقاكم في الجزء الثاني من هذا اللقاء الخاص. حتى الملتقى دمتم في حفظ الله ورعايته.